انا اسمي مسعود هلوش من مدينه القابشلي. عندنا محل جيمر وعسل واجبان والبان. محلنا قديم طبعا ابا عن جد. المحل صار له تقريبا شيء 1972. محلنا قديم، اقدم محل بالسوق هون محلات الجيمر. محلنا طبعا اخذناه من والد، هو شغل الوالد كان اول، الوالد كان يشتغل فيه ونحن اخذنا من يعني شغله وضلينا بهالشغل هذا وما تركنا. هالسوق هذا سميناه باسم سوق الجيمر بما انه خاص فيه محلات الجيمر، والسوق هذا قديم وكل العالم يعني تقصد انه تجي من كل المناطق اللي على هالسوق هذا، يعني عندنا يجون على محلات الجيمر وخاص على فطور صباحي. هو هالسوق هذا اساسه كان سوق يعني القيصريه، هي شلون كان شغل فرنسا كانت اولي، بعد ما فرنسا راحت شلون عمروا فيها محلات، وهالمحلات هاي نحن جينا سكن قعدنا هون فيها سوينا محلات الجيمر والشغلات هاي. السوق هذا قديم كتير يعني. والجيمر هو اساسا يعني كل سوريا غير القامشلي ما في، هي اكله قامشلاويه يعني مثل ما يقولون جيمر جواميز، بما انه ما في كل مناطق غير بالقامشلي. نحن نودي للمحافظات يعني، هلا واحد يجي مثلا من الشام من حلب من رقه من منبج اي مناطق يجون لعنا هون، يجون هم يفطرون عنا وهم ياخذون معهم سفري كمان. والجيمر ما موجود يعني غير بالقامشلي بس. تقريبا صار 40 سنة، أكثر من 40 عم أجي يعني مو بشكل يومي يعني كل فترة، قبل كان بشكل يومي أجي بس هلا يعني هلا كل فترة عم أجي عم باخذ جيمر. وهلا جايين أولاد ابني من ألمانيا وجيت بدي أخذ مشانهم جيمر، بدنا نفطر سوا يعني. جيمر مثل ما عم تقول هي يعني أكل الأساسية للفطور الصبح